ماما تفرق هسه يجي طحين. اليوم وصلنا الطحين، صار لنا تقريبا 40-60 يوم من تحررت منطقتنا وجتنا المساعدات، بس احنا نعاني من مشكلة الماء والكهرباء لان تعبنا، والله تعبنا، حيل تعبنا، وهاي الناس كلها لا عدها ماي لا عدها، والناس تعبانة يعني، والمساعدات قليلة دا تجينا، حيل قليلة. واحنا نشكر قناة الموصلية، وعندنا مناشدة لدولة رئيس الوزراء، احنا منتسبين مديرية مرور نينوى، سوينا مباشرة بالجانب الايسر بمديرية الشلالات، ولحد هاي الساعة ماكو اي شيء، ونطالب توصلون صوتنا عبر قناة الموصلية الشرفاء. نتشرف انه يكون ابنائكم المجاهدين من منتسبي وزارة التجارة على رأس قافلة تحمل مواد غذائية إلى أهلنا في محافظة نينوى، وإن شاء الله هذا العمل راح يستمر وبشكل مستمر من خلال غرفة العمليات وبدعم وإشراف مباشر من معالي السيد الوزير والسيد الوكيل المحترمين، وإن شاء الله الوزارة عازمة على تجهيز كافة المواد الغذائية التموينية ضمن البطاقة التموينية إلى أهلنا في محافظة نينوى، ونطمئن جماهيرنا في نينوى انه المواد الغذائيه متوفره في مخازن المحافظه، وهي عازمه على توزيعها الى ابناء شعبنا في هاي المحافظه البطله، وان شاء الله هاي العمليه راح تكون مستمره. فتسهيلا لبعض الامور عملنا على فتح مركز في الجانب الايسر اضافه الى الجانب الايمن الان، فمن خلاله راح يكون التنسيق مع الوكلاء لغرض توزيع المواد الغذائيه. الان تشاهدون انه اول ماده غذائيه هي الطحين، وان شاء الله مستمرين راح نجهز الرز وكذلك الزيت وكذلك السكر، وهاي العمليه راح تكون مستمره ومتابعه يوميه من معالي السيد الوزير والسيد الوكيل المحترمين. استكمالا لما تقوم به وزاره التجاره من ايصال قوافل المحملة بالمواد البطاقة التموينية، فقد قمنا اليوم بإيصال قافلة تضم المواد الأساسية ضمن المفردات البطاقة التموينية، وهي مادتي الطحين والرز، تنفيذا للتوجيهات معالي السيد وزير التجارة المحترم والسيد وكيل وزير التجارة المحترم، وبإشراف ميداني من الأستاذ مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب والسيد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة، وتعاهد وزارة التجارة أهلنا وإخواننا في محافظة نينوى بأن تبذل كل الجهود من أجل إيصال كافة المواد مفردات بطاقة تموينية إلى كافة المناطق المحررة، ونكون عند رهن إشارتهم إن شاء الله، ومن الله العون والتوفيق. نحن اليوم في الجانب الأيمن من مدينة الموصل وبتحديد منطقة وادي العين، حيث يتم حاليا توزيع المواد الغذائية من مفردات البطاقة التموينية من مادة الطحين والرز وزيت الطعام والسكر، وتستمر هذه العملية في أي منطقة يتم تحريرها يتم على الفور إيصال المواد. حاليا نبحث بأن نقوم بفتح سايلو الموصل لإيصال مفردات البطاقة التموينية لتكون قريبة عن جانب الأيمن، تكون قريبة عن الوكلاء، ويتم الاستلام حسب الضوابط من داخل السايلو،
إن شاء الله خلال هذه الأيام نقوم بتفعيل ذلك. اليوم إحنا في منطقة الموصل الجديد لتوزيع مادة الطحين والرز على العوائل. طبعا هذه مو أول مرة إحنا نجهز هذه المنطقة لتجهيز هذه لأكثر من مرة. آخر تجهيز كان بالسكر والزيت، واليوم نحن نجهز مادة الطحين والرز لديمومة وصول مفردات البطاقة التموينية إلى كافة العوائل سواء في المخيمات أو في المناطق المحررة.